هلا ردت واشنطن على استدعاء سفيرها لدى أنقرة. نعم، لم يصل حتى اللحظة أي رد رسمي من الخارجية الأمريكية على الاحتجاج التركي واستدعاء سفير واشنطن في أنقرة. حتى اللحظة لم يكن هناك أي رد فعل من الخارجية الأمريكية حيال ذلك، ولكن بشكل عام الإدارة الأمريكية تؤكد أنها يعني أن الزيارة تأتي في إطار دعم القوات الأمريكية الموجودة في شمالي شرق سوريا، والتي تعمل بشكل جاد من أجل القضاء على تنظيم داعش الإرهابي. وتعدد الإدارة الأمريكية الإنجازات التي حققتها مؤخرا وخلال السنوات الثمانية من أجل القضاء على هذا التنظيم الإرهابي. الزيارة تأتي أيضا في إطار تعبير الولايات المتحدة عن دعمها لشركائها الإقليميين وبشكل خاص قوات سوريا الديمقراطية، وهذه هي لربما السبب الرئيسي للاحتجاج التركي، حيث أن تركيا تنظر لهذا التنظيم أو هذه المجموعة كمجموعة إرهابية، ولكن الولايات المتحدة تعتبرها شريكا قويا لها في شمالي شرق سوريا، يعمل على محاربة على محاربة تنظيم داعش في هذه المنطقة. طيب، ولكن سهيل، هل كشفت واشنطن عن بعض الشخصيات التي التقاها الجنرال مالي خلال زيارته للشمال السوري؟ يعني في الواقع لم يكن هناك الكثير من التوضيحات. أولا، الزيارة كانت محاطة بالسرية التامة، وذلك لأسباب أمنية واضحة. وأيضا كان هناك يعني تنسيق على أمني على مستوى عال جدا لتحقيق هذه الزيارة. يعني يمكن أن نقول أن يعني كل مجريات هذه الزيارة جاءت في إطار إقليمي، حيث كانت هناك جولة إقليمية لرئيس الأركان الأمريكي. سهيل، هنا السؤال الكبير، هنا سهيل، تنسيق مع من بالضبط؟ إذا كانت سوريا تقول إنه لم يتم التنسيق معها، وتركيا هي الأخرى لم تكشف عن أي تنسيق حدث بينها وبين الجانب الأمريكي بخصوص هذه الزيارة. نعم، التنسيق مع القوات الأمريكية الموجودة، يعني التنسيق بين البنتاغون في الولايات المتحدة والقوات الأمريكية الموجودة، هناك تنسيق داخلي من أجل إتمام هذه الزيارة بأعلى درجات السرية. وقد تكون فقط القيادات العليا في شمالي شرق سوريا هي التي كانت على اطلاع وعلى علم بهذه الزيارة. يعني الولايات المتحدة عند قيام مسؤولين رفيعين المستوى بزيارات مماثلة كهذه، عادة ما تحاط هذه الزيارات بالسرية التامة، وذلك لضمان أمن المسؤولين يعني المسؤولين الكبار خلال زياراتهم الخارجية. ويمكن أن نضرب المثال يعني على ذلك بزيارة الرئيس الأمريكي بايدن الأخيرة لكييف. يعني هناك طالما هناك منطقة الأمن فيها غير مستتب بشكل كامل، تحاط الزيارة بالسرية لأعلى الدرجات حتى تتم الزيارة ومن ثم يتم الإعلان.